السكنه السكنه اللي خصنا دابا بغينا السكنه الله يرحم الوالدين السكنه خصنا السكنه الله يجازيكم في اقرب وقت ممكن السكنه هي اللي ما عندناش فين نسكنوا الدار طربت كامله المنطقه اخرى ما هنا ما كان ما ندير فيه وهاد الدوار ما بقى فيه والو مات فيه شي 85 اللي مشاو وهاد هادشي اللي بقى راه مات حتى هما هادو اللي بقاو راه ماتوا حيت ما عندهم فين يدخلوا وهاد السكون راه كتعرفوا الحوايج فين حطيناهم راه حطيناهم على برا خصنا السكونه الله يجازيكم في اقرب وقت ممكن السكونه هي اللي ما عندناش كنطلبوا المحسنين هو اللي يتعاونوا معنا في هادشي اللي كتشوفوا نتوما كنطلبوا من جلاله الملك الله ينصرو وكنطلبوا من الدولة تاعي تتعاون معنا توقف معنا مزيان في اقرب وقت على قضية السكنة في اقرب وقت ما بغيناش نخرجوا من هنا حنا كنطلبوا السكنة في هنا كاين شي بلايص امنين شويه اللي ممكن غنديروهم كاينين بلايص هنا عندنا البلايص اللي غنديروا فيهم السكنة ولكن كنطلبوا الله كنطلبوا من سميتو كنطلبوا من الدولة ديالنا كنطلبوا من الملك ديالنا يتعاون معنا ويوقفوا معنا ما عندناش فين نسكنوا وما عندناش فين نديروا وهاد الحوايج راه كتعرفوا والناس راه خارجين على برا لا ما عندهمون فين يباتوا والشتا راه جايه الشتا راك عارف راه الشتا هذا راه كيكون الشتا هنا والثلج في هذه المنطقه راه العفو لله راه الا جا الثلج راه ما كاين حتى واحد غادي يوصل لنا هنا السكنه هي الاول السكنه كاع الناس بقاو بالسكنه كاع الدوار تخلو ما بقى فيه شي واحد ما بقى فيه الديور الى جابها الله الديور ساكنة هنا ولا في بلاصه اخرى في بلاصه اخرى ما هنا تخلاو الا كاين شي حاجه غادي نطلع للفوق نتظلى ماني غنجنجم غادا غي قمن او نرحم ربي الوالدين النون نفوق ديال جنج مغربي نكون نفوق غير الا دغيا نزبو نفوق انا ديتي في الحيله وترجع الزوق دارت اروان ورتي عاد اخيا جنج ديتي يموت ربعه يموت نموت هي لهني ويموت اللي سني ويتموت هي اللي تموت هي اللي سني لي يبي شني بير زهدي نحن نفوز زهدي ورز مراكش ما عندناش فين نسكنوا الدار طربت كامله ياك وجدت تاخد قامة حصيره اللي جبتو كنفرشوها في الخزانه هنايا تحت تي تحت الجبع واحد الاخطر كت كد 60 سنتيم 70 سنتيم الا جاتها شي عاصفه تهز عليك هذاك الخزانه فين غتمشي فين غتدخل الدار كاع مريبين الا كاين اللي غادي يدير لنا السكنه راه مزيان الله يرحم والدين نطحول من هنا ها الحوايج راه حطنا الحوايج غنحل ديالنا كامل الشتا جايه الا كان شي استفاده نتكر في الصافي نتكر في الله يرحم الله يرحم والدي المنطقه اخرى ما هنا ما كان ما ندير في هذه البلاصه راه هذه البلاصه مضروره بزاف ما فيه ما يتشاف الناس دابا مساكن كيتشكاو يعني فين يسكنوا ما كاينش الخزاين قلال الناس دابا كاين دابا اللي ناعس دابا حاليا ناعس غير في يعني في البر ما كاين لا خزانه لا والو اللي كاين عندهم خزانه دابا راه داخلينهم وكثار الناس ماشي شويه يعني بزاف كاين الخزانه اللي كيدخلوا لها اربعه الاسر خمسه الاسر وكل شيء عامر يعني العيالات الدراري يعني راه كارثه والمشكل دابا اللي هو سميتو هو الناس دابا خايفين من الشتاء يعني الشتاء قال لك كاينه هذه السيمانه يعني الا كانت الشتاء راه صافي كارثه واخا عندهم هاد الشيء راه دابا هاد الشيء راه كامل راه ملي تكون الشتا راه هادشي غيمشي لهم هاد الشيء كامل حتى هو يعني الخزاين غيمشيو ما كاين الطريق ما كاينش منين يدوزو الناس اللي غيجيب لهم شي حاجه يعني هاد الشيء اللي اش كيفكروا دابا الناس مساكنه الناس دابا راه ما كون عندهم فين يمشيو راه ما غتلقاهمش هنا راه كاين الناس مساكن اللي ما عندوش فين يمشي ما عندوش شي عائله مثلا غيمشي عندهم يعني غينقدوه مثلا غيخليوه عندهم وتا مثلا كاع يمشي عند عائلته شحال غيصبروا شحال الناس مكرفصه في المدينه ما خطاك هنا.